السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فأولا أحمد الله عز وجل على أن ثبتكم على الوفاء بالعهد مع الله، فهذا مشهد تسعد به الملائكة قبل أن يسعد به الإمام أو القارئ أو المسؤولون عن خدمة هذا البيت العامر. وأرجو أن نحافظ معا على هذا العهد إلى العام القادم، حيث يأتينا رمضان القادم ونحن على هذا الالتزام بل أكثر. أرجو أننا نمسك على هذا الموثق من الله سبحانه وتعالى، وألا يكون جاذبنا إلى الصلاة سنة وفريضة هنا صوت القارئ الكريم وحده، أو جدية الكلمات الدينية وحدها، أو المستوى الرفيع من الخدمة والنظافة والتنسيق والجمال والإشراق الذي عليه هذا البيت العامر. فلو كان بيت الله مجرد كوخ على طريق أو زاوية محدودة محصورة لينالنه الشرف الرفيع بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو أن نحافظ على هذا العهد حتى نتضاعف في العام القابل أضعافا مضاعفة إن شاء الله. وأنا أراهن رهانا من طرف واحد حتى يكون رهانا حلالا، على أنه ليس هناك في المساجد الكبرى ونحن نرتادها بفضل الله في كلمات كهذه، لا يمكن أن يدعي أحد أن واحدا منها بهذا المستوى من الحفاظ على الحضور والمشاركة حتى يوم الناس هذا. لكن أخشى ما أخشى أن ينفرط العقد بعد تراويح يوم الجمعة القادم. أرجو ألا ينفرط العقد بعد تراويح تلك الليلة بدعوى أنها ليلة القدر وكفى الله المؤمنين القتال. أما ثانيا فأمر قد يزعم بعضنا أنه لا شأن له به، أنا مالي؟ والواقع أن لكل منا به شأنا. إيه هو؟ القارئ الكريم الشيخ مصطفى اللاهوني بارك الله فيه وحفظه لهذا المسجد في كل عام يا رب، ابتدأ صلاة العشاء بقول الله تبارك وتعالى يخاطب الأمة من يوم نزلت الآية وإلى أن تقوم الساعة، بقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. أدي واحد. اثنين،
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إيه هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اتنين، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه ثلاثة، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من أول الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عارفين هذه الكلمات اللي تلقاها سيدنا آدم؟ طيب ده حكاية عن الكلمات، وما إيه الكلمات اللي تلقاها؟ أما غلط وما سمعش الكلام في التصويم اللي قلت لكم أنا عليه فوق رمضان، وكل من الشجرة المصوم عنها هو وحواء، غلطوا ووقعوا ورسبوا في الامتحان. ربنا عشان ربنا بيحبهم وعاوز يقربهم منه ويغفر لهم، ألهمهم يقولوا وعبر عن الإلهام ده. فتلقى آدم من ربه كلمات، قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ياريت تبقوا تقولوا الآية دي قبل ما تنام وانت نايم مسطح كده على ظهرك قبل النوم، تنام متوضي وتقرأ فيها 7-8 مرات، هتنام وانت بتقراها تبقى دي آخر كلامك، كأنها أستيكة بتمسح بها سيئات اليوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 5-10 مرات هيمسح لك إن شاء الله اللي فات في اليوم ده. مش معنى ذلك إنك تبرطع طول النهار، لا، أنت غلطت النهاردة غلطة ما تغلطهاش تاني بكرة، غلطتها بكرة واستغفرت بلاش بعد بكرة، بلاش تبقى معاك على طول، لأن اللي بيعود في توبته كالمستهزئ بربه. يعني أنا لما أعمل غلطة يعني أحمر عيني لأختي النهاردة مصيبة كبرى حكاية الرحم دي، واستغفر المغرب والصبح أعمل نفس الشيء، واستغفر المغرب وبعد بكرة أعمل نفس الشيء واستغفر، ده كلام شغل عيال، ده ما ينفعش، ما يتعاملش بيه ربنا. الآية دي كتير منكم هيقولوا أنا مالي يا عم، أنت مالك إزاي؟ إيه معنى الآية دي؟ المعنى بتاع الآية دي إنه مفيش دين إسلامي ودين مسيحي ودين يهودي، لا، الدين واحد. من أول الكلمات التي تلقاها آدم إلى آخر آية في آخر سورة نزلت على سيدنا النبي، دين واحد. الله، الدين بتاع اليهود هو بتاعنا، هو بتاع سليمان، هو بتاع إبراهيم، هو بتاع نوح، هو بتاع عيسى. امال ايه الآية اهي بتقول لنا احنا اتباع محمد، شرع لكم من الدين ايه؟ ما وصى به نوحا. الله، يعني اللي احنا اوصينا به أوصي به نوح أو آدم. طيب أدي واحد، دينكو هو دين نوح. طيب وبعدين؟ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إيه يا رب؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله، برضو إبراهيم وموسى وعيسى، خلي بالك بقى، دول نماذج للأنبياء. ومعنى الآية أو الفكرة المحورية، يا أمة محمد إنما تنزل عليكم من الدين هو نسخة كاملة لكل ما تنزل على المرسلين من قبل. الدين واحد والمتعدد الرسالات الشرائع.
صلاة واحدة واحدة يعني أربع ركعات الظهر وأربع العصر واثنين الصبح وثلاثة المغرب وأربع العشاء؟ لا. وركوع وسجود بتاع؟ لا. الشكل والحركات والسكنات والهيئات والمضامين مختلف، إنما الروح واحد. طب والزكاة؟ كل الديانات كانت فيها زكاة. والصيام أهو قال لك كما كتب على الذين من قبلكم. والسنة دي ربنا فتح لنا طاعة كده من القراية والكلام، قلت لكم ده الصيام ده قبل الأرض كمان، ده في الجنة قال له كلا منها رغدا حيث شئتما، بس دي اوعى تيجي منها، اهي دي صيام بيمنعه من الأكل من هذه الشجرة بالذات، ده تصويب. ما هو بيمنعنا احنا عن الطعام والشراب والنكاح، لكن ما بيمنعناش عن الهوى، نفضل نتنفس طول النهار، وما بيمنعناش من المغرب لحد الفجر، ناكل ونشرب طول الليل في غير ما يضر بالصحة. طيب يعني الدين واحد؟ الدين واحد. طيب يعني احنا والجماعة اليهود دول والنصارى ديننا واحد؟ اصل الدين واحد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الديانات بتقول كده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب وبعدين عاوز منا ايه يا رب؟ بعد ما قلت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا الى ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يدعو اليه من يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. المشكله كلها في الاختلاف في الدين، تبدا المشكله من الاختلاف في الدين راسا واساسا وفي غير الدين ايضا. ولذلك لو انتم تاخدوا بالكم ما هي معركه اصلها، احنا مش هنخاف، هي معركة بين الإسلام والكفر. اللب في المشكلات كلها الدين، ده مش نبي على سيدنا رسول الله، وانتم ملكوكوا هيخرب يعني لو هو نبي. احنا بقى مشكلتنا ان احنا بلعنا الطعم، اما الاستعمار الغربي يمشي عن دول المشرق اللي هي الدول الإسلامية، وحكاية المشرق والشرق الأوسط ومش عارف إيه، ده كلها أسماء مستعارة مسكار، هو الاستعمار بتاع غير الإسلام للأمة الإسلامية، بعد ما الأمة الإسلامية والخلافة خبطت على جدران فرنسا افتح أنا الإسلام. اشتغل بيوت الخبرة، إزاي الناس دي انتصروا بالطريقة دي، طب وإزاي نكسر الناس دي، وعرفوا الطريق وانتهى الأمر. وهم ماشيين من بلادنا هيجلوا بقى، عملوا ايه؟ عملوا اسس وبذور عشان نختلف بين مصر والسودان، حلايب وشلاتين، بين مصر وليبيا حته كده تلاقيها فتنه في الحدود الجغرافيه، وبعدين فتنه من نوع تاني. انتوا فاكرين الجماعه اللي جايين من عرض الجزيره دول يحكموك ويقودوك في مصر؟ ده انتوا الفراعنه اصحاب اقدم حضاره انسانيه، ازاي لازم تستعلوا عليهم؟ نحيي الفرعونيه ضد الاسلاميه راحت مصر ما بين ده وده، وانتوا يا عراق انتوا البابليين والاشوريين والسومريين، الحضاره السومريه اللي علمت العالم كله، ازاي الكلام ده يجوا شوية اجلاف من الجزيرة يعلموك ويقودوكوا بحجة انه دي اكره ده وانت اكره ده، وانت وبتوع الشام بقى الحضارة الفينيقية الراقية، السلاسة والسماحة والدبلوماسية العالية، تتعامل تحت ظل الاجلاف دول عادي؟ ده يبقى فتن جغرافية وفتن عرقية، عربي وكردي مش عارف مصري قديم وبابلي واشوري، وانتوا يا مغاربه يا ناس يا بتوع الرقه كلها والبتاع شمال افريقيا ده، انتوا ايه ده؟ انتوا حاجه عظمه جدا،
الله. الأجناس الجميلة عندكم دي راحت فين دي؟ إزاي تنسوا أجناسكم القديمة دي وتمشوا ورا؟ زرعوا فتن، بعضها جغرافي وبعضها عرقي وبعضها لغوي وبعضها أنثروبولوجي، زرعوا فتن بين الأمة وبعضها. النهاردة بقى أنا منوفي والتاني يقول له ده 048 ده مفتاح جهنم، واحنا ما نحب ننكت ونضحك نمسك اخواننا الصعايدة. كل دي فتن في القرية الواحدة. انت يا ابني ده انت اربعة في البلد، اربع بيوت، انت هتربوا جحش جنب جحش العمدة؟ ده احنا مين يا ابني؟ انت بتحلم؟ انت ما انتش واعي؟ هو ابوك وجدك ما اقولكش التاريخ؟ انت يا ابني كنت بتشغلوا عندنا لحد امبارح. الله، ده جدي كان فلان افندي، فلان افندي هتلاقيه بصمجي، كان يدوب بيعرف يأبن ومساح بيعرف يقيس. جوه البيت واحنا لو على قدك كنا كلنا عيش. ده انت ربنا بس رزقك كده من عنده وخلاص. انا لولانا على ابوك ده ابني بيتنا ما كانش له قيمه في البلد. ما بقاش فاضل غير ان الانسان يختلف مع نفسه والعياذ بالله. انا لو لقيت 10 في البلد بيصلوا معانا العشاء، اوعوا تخلصوا كلمتين وتقوموا تمشوا، روح نصلح. 10 بيصلوا معانا العشاء ويقوموا يلموا شمل البلد ويوحدوا الناس اللي منشقه وقابلوني بره وما صلوش تراويح، هشد على ايدهم اكتر من اللي صلوا تراويح وفي العيله بتاعتهم شقاقات وخلافات. جمعوا بعضكم، حبوا بعضكم، وزيلوا الخلاف، ولن ترزقوا ابدا وانتم متشاحنون، ولن تقبل لاي منكم دعوه ولا في ليله القدر وانتم متشاحنين. نظفوا قلوبكم. العباده مش انك تركع وتسكت وتسمع القران وتعيط وانت بتسمع. العباده ان القران ده ياثر فيك تنفذ اللي بتسمعه. هو ده الاسلام، وده التدين الحقيقي الواعي المستنير المستبصر اللي فاهم هو بيعمل ايه. انما شغل الكهنوت ده اركع واسجد واقرا واعبد شكلا وانت من جوه سواد، ده ما ينفعش اطلاقا بحال الاحوال. ولذلك برضو انا ما بقولش الكلام ده من عندي، انا ماليش عندي خالص، انا بقول الكلام ده من عند ربنا ومن عند رسوله اهو. يغفر الله عز وجل في ليلة القدر إلا للمتشاحنين. المتشاحنين اللي قلبه فيه شحناء على اخوه واخوه فيه شحناء عليه. يقول الله عز وجل للملائكة دعوا هذين حتى يصطلحا. اللي عاوز يحضر منكم ليلة قدر ويتغفر له فيها قبل ليلة القدر، قبل الليالي الوترية من العشر أواخر من رمضان، فات منها 21 و23 و25، ينظف قلبه من الشحناء قبل ما يجي يصلي هنا ليلة القدر. الدين يا سادة الإسلام ده ما فيهوش كهنوت ولا سقوط غفران. تيجي تقول لي انا غلطت مع ربنا مولانا، اقول لك لا ما يهمكش وامسح لك على راسك كده وبتاع، قال يعني انا بفرق السقوط بتاع الجنه؟ الكلام ده الاسلام ما فيهش. ممكن انت تكون اقرب الى الله مني وتقبل عند الله عني قوي 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 جدا. ما حدش معاه مفاتيح الجنه يا ساده غير ربنا وعرفك الطريق. ما تشحنوش بعض، ما تخليك مظلوم يعني. وانت لو انظلمت يعني حاجة هتروح من رزقك؟ انت مختلف انت واخوك على 1000 جنيه، هم لك ولا له؟ سيبهم له. ان سبتهم له هم لك في الاخر. وان خدتهم ما انتش ضامن هم حقك ولا مش حقك، ما انتوا مختلفين عليهم. يمكن انت اللي غلطان وخدت حق، خدتهم حرام. يبقى لما تسيبهم افضل لك. اما تسيبهم إن كانوا بتوعك هم في الآخرة موجودين، مش بتوعك أنت ما خدتش حرام، لكن لما لازم تاخدهم ممكن تاخدهم، بس ممكن يكون رؤية أخوك صح وأنت غلط تبقى خدت حرام، إن هو الأحسن بقى. فإيه اللي والناس اللي زمان لما قالوا بات غلبان ولا بات ندمان،
والله العظيم الحكم ده انا عاوز اعمل مؤلف امسك فيه اقعد مع الجماعه القدام الفلاحين واقول له مليني كده الامثله اللي زي كذا وكذا، ويمليني واجمعهم واقعد اعمل لهم شرح وربط بالكتاب والسنه، ده صح ولا غلط؟ وده ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني مثلا بيدي الحلق للي بلا ودان، يعني ربنا ما عندوش حكمه؟ أقوم أنا إيه ندرسها دراسة معينة وهل لها وجه من الصوابية نبينه، ملهاش وجه من الصوابية نرفض المسألة. دي هتبقى دراسة جميلة جدا لو نقدر نجمعها إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وهذا من لم يسجلوا أسماءهم عند الله في هذا الرمضان ليسجلوها عند الله فيما بعد رمضان أو في رمضان القادم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.